ورجعنا لحضراتكم مره تانية. بصوا بقى انا غلفتها وجبت المنكهات اهي، فاكرينها اهي بتاعه الشيبسي اللي احنا ايه بنستخدمها للشيبسي وكده، هتديله بقى اللون ده اول ما يطلع من الزيت. بسيطه وسهله وجميله، واهم حاجه ما تعملوش العجينه كتير عشان تطلع مقرمشه وحلوه. انا بس عملت كام واحده كده، احنا عاملين الحمد لله شويه حلوين يعني. شوفوا العجينه دي بتعمل شويه حلوين قوي. خلاص و نعمل ايه بقى كده عشان تطلع، مش عايزه ازقها بحاجه، تتفرفط كده في الزيت وتبقى جميله. خلاص تحمر بقى بشكل حلو، وبعدين نطلعها نديها لايه على طول وهي سخنه المنكهات الجميله دي عشان تتشربها وتاخد الطعم بتاعها. خلاص كده. طيب ممكن اخد دي بس ازق بحاجه ناعمه كده بس، اهو شايفين ازاي، اهو ادي المقرمشات الجميله اهي، شايفين روعه، حاجه بسيطه وسهله وبتتعمل باقل المكونات واقل الامكانيات. طيب هاخد كده بقوله وممكن ابدا اشوف الذره دي اخبارها ايه. طبعا الذره لا لازم تستوي طبعا وتنفش جدا جدا جدا، فانا هعملها كده على وضعها عشان الوقت، لكن حضراتكم تدوها وقتها. بصوا الجمال اهو، الذره الصفراء دي او الذره الشاميه دي، دي نوع من النباتات على فكره. بصوا عايزه اقول لكم دي تعد اصلا من ثالث اهم المحاصيل في العالم بعد القمح والرز، الذره. جنوبها جنوب المكسيك هو الاساس بتاعها. بصوا بصوا عايزه اقول لكم بيستخدموها كمان بره كمصدر للدقيق، كان هي دي الدقيق يعني. المنكهات بقى اللي تريحكم اهو، ومن اهم المحاصيل اللي موجوده على فكره في الولايات المتحده هي دي. بصوا هجمع بقى كام واحده كده في المنكه ده، تعالوا بقى نحطهم هنا، نوعوا بقى باللي انتوا عايزينه، هم دول كبار شويه. بصوا بقى الاحجام دي ترجع لحضرتكم، روعه. وبعدين بسخن برضو انا زيت لان انا محتاجاه عشان انا هعمل الذره. فهعمل ايه بقى، ننضف بس الجزء ده هنصفيه. اهم حاجه الذره اعملوها منقوعه على الاقل بليله قبل، وبعدين خدوها اغلوها، هتنفش معاكم وتبقى شكلها جميل، لان هي كده واخده هتاخد معانا وقت اطول، وانا طبعا عايزه الحق اوري حضراتكم الشكل العام للوصفه دي ازاي. هناخد كده، وخليني اخد حاجه اصفي بيها زي هنا زي دي. وننزل مقاديرها يا ندى، مقادير الذره المقرمشه معانا بقى، الذره دي المسلوقه ونص كوبايه من النشا ونص كوبايه من الدقيق وبابريكا وكمون والسبع بهارات لو حابين، والكركم ده مهم جدا، وملح وفلفل اسود، وطبعا الزيت اللي هنقلي فيه. انا باخدها كده، مفترض ان انا ننزلها في ميه ساقعه، بصوا كده عشان اوقف بس التسويه، ليه المفروض تبرد براحتها اهو. ايوه في مصفه كبيره عندي يا اولاد عشان اسقعها، بس حطيتها في ميه ساقعه عشان اوكي. شايفين كده اهو، تمام كده. وبعدين هنبدا نغلف عليها، نحط بقى المكونات بتاعتنا الحلوه دي ونشوف هنعملها ازاي. اهي شويه كده حلوين، وتعالوا بقى ناخد بوله تانيه هنحط فيها المكونات بتاعتنا، الدقيق والنشا مهمين قوي اهو، وعندي كمان الكركم والكمون والبابريكا والسبع بهارات، وهنحط رشة ملح ورشة فلفل اهو،
شويه ملح بقى بما ان هي مملحه حلوين، وهنقلب وبعدين هنحطهم على الدورة وهنبدأ نقلب الدورة. بصوا كده اهو، هنقلب التقليبة اللي حضراتكم شايفينها دي. عايزة اقول لكم الدورة دي من الحاجات اللي بتقلل نسبة ضغط الدم وانسداد الأوعية الدموية، ومن تصلب الشرايين بتقي منها، من الجلطات القلبية، بصوا سكتات الدماغية، بتحمي من تسوس الأسنان. الدورة دي ما بناكلها في شهر، مفيدة للولاد قوي. وبعدين هبدأ، غنية جدا عشان تبقوا عارفين بالحديد، فيها نسبة حديد حلوة ونسبة الفوليك أسد أو حمض الفوليك أسد فيها حلو، كميته حلوة. بصوا ليها كمان دور حلو قوي للولاد اللي عندهم أنيميا أو فقر دم. ده اهو بعمل كده، هي كمان وجبه خفيفه وسهله الهضم، فمن الحاجات الجميله. وهوريكم بقى شكلها بعد ما بيطلع مخرجنا يستعرض هناك. عاملين الذره المقرمشه المتحمره باللون الروعه. ودلوقتي بقى اسمحوا لنا نستقبل فقرتنا الطبيه بعد الاستراحه وبعد المقرمشات الجميله دي، وهستسمح حضراتكم في استراحة، نرجع نستكمل باقي حلقتنا في انتظاركم.